الفنانة ألفت عمر، اتخرجت من كلية الحقوق، اتجهت بعد كده للتمثيل، شاركت في مشوارها الفني في نهاية التسعينيات من خلال دراما تلفزيونية، قدمت عدد كبير من المسلسلات مع كبار المخرجين، من ضمن الأعمال اللي شاركت فيها نسر الشرق مع المخرج الكبير الراحل حسام الدين مصطفى، كمان زمن عماد الدين مع المخرج الكبير هاني لاشين، ومصر الجديده مع المخرج الكبير محمد فاضل. كما شاركت ألفت عمر في مسلسل اهل الهوى مع المخرج الكبير عمر عبد العزيز، وقدمت دور من اهم ادوارها في مسلسل عمر مع المخرج حاتم علي، واللي قدمت فيه دور عتكة. تعالوا نشوف اللقاء مع الفنانه ألفت عمر، واللي هتكلمنا عن اشقاها للادوار الصعبه والمركبه وعن دورها في مسلسل عمر. تعالوا مع بعض نشوف اللقاء ونرجع نكمل معاكي. بدايتي وانا بحب، معرفش ليه بميل للادوار الصعبه، او لقيت نفسي فيها، او حسيت انها مش عارفه، يمكن لو جالي مشهد سهل ما بتكونوش زي صعب، ما اعرفش ليه، بس انا بحب الفكره دي جدا، وبحب الشخصيه المركبه، بحب الشخصيه اللي الواحد بيتعب عليها عشان يشتغلها، بحب حاله الابهار اللي ممكن اشوفها في عين المشاهد، يعني بحب الادوار دي، وبالذات ان هي كمان بتعلم مع الجمهور. يمكن من وانا صغيره بتفرج على كل الممثلين العباقره القدام، حاسه ان هم دول اللي علموا معانا، زي استاذ محمود المليجي، استاذ زكي رستم، مدام فاتن حمامه، مدام شاديه برغم انها السهل الممتنع. فيعني انا حاسه من وانا صغيره بتفرج على ادوار، حاسه ان هم الادوار الصعبه هي المميزه. السيره الذاتيه بالذات هي ريسكي شويه، يعني انا عملت في ليلى مراد وعملت عمر بن الخطاب، يعني الحمد لله ما روحتش على الادوار اللي هي معروفه قوي، زي يعني تبقى خطر قوي، بس لما بدرس الشخصيه من القراءات ومن الكتب اللي انا ممكن اقراها ومن المؤلف والمخرج، بنختار لاين للشخصيه حلو ومريح بالنسبه لي جدا، وفي نفس الوقت في شويه سهل ممتنع. ولما عملت عتكة في عمر بن الخطاب، يعني هي لقت شويه يعني هجوم قوي شرس على يعني من جماعه الاخوان على المسلسل، وجالنا تهديدات بالقتل وحاجات زي كده، بس لما تعرضت بقى في مصر والوطن العربي وكده لقيت نجاح كبير. انا لغايه النهارده الناس بتكلمني عنها، وبالذات الجاليات العربيه في الدول الامريكيه، امريكا والدول الاوروبيه، وبيكلمونا، يعني حابين المسلسل جدا، مسلسل ناجح جدا، كان فيه شغل كتير وتعبنا فيه قوي. والله بنقول طبعا ان احنا موجودين، بنقول للعالم كله ان مصر فيها استقرار وامن وامان، بنقول لهم ان الحركه الفنيه موجوده، وان شاء الله تبقى في تقدم اكتر، ونبقى ابديت وقادرين نواكب اللي بيحصل حوالينا من حاجات تحاول تكسر الفن في الوطن العربي بشكل عام، او تكسر مصر كدوله يعني. وفي 2007 شاركت الفنانه ألفت عمر في مسلسل قضيه راي عام مع يسرى، وفي 2007 تعتبر طبعا دي نقله كبيره جدا في مشوارها الفني، لانها شاركت في عدد كبير من الاعمال بعدها زي قلب ميت وناصر وبنت من الزمن ده وانا قلبي دليلي ونعم ما زلت انسه وعلى كف عفريت، عدد كبير جدا من الاعمال شاركت بيها بعد العمل اللي بيعتبر وش الخير عليها في 2007 وهو قضيه راي عام مع الفنانه والنجمه يسرى. كما شاركت الفنانه ألفت عمر في مسلسلات ملح الارض مع النجم الكبير محمد صبحي، وقدمت بعده مسلسلات ساره، سندريلا، قلب الدنيا، العندليب، كمان شاركت مع الزعيم عادل امام في مسلسل استاذ ورئيس قسم اللي عرض في رمضان 2015. تعالوا نكمل لقائنا بالفنانه ألفت عمر، واللي هتكلمنا عن الاعمال اللي بيتم عرضها خارج السباق الرمضاني. تعالوا مع بعض نشوف اللقاء ونرجع نكمل معاكم. شايفه ان الناس يعني خلاص بدات تتعب من فكره ان رمضان يبقى سنه في شهر في طول السنه الناس بتتفرج على التلفزيون، يعني يحرقوا الوقت دوت في الشهر كله، وبقيه السنه ما عندهمش جديد. شايفه ان هم بداوا يملوا من فكره ان ما فيش جديد، فطبعا لما بيتفرجوا على اعمال حتى طويله زي كانت الاول الاعمال التركيه هي اللي فرضت نفسها، فلما بدات تبقى في اعمال مصريه وعربيه بالشكل ده الجمهور راح لها برضو، يعني اذا هي فكره ناجحه وبتساعد وبتشغل ست البيت وهي قاعده، وبتخلي الناس وطول الشتاء يقعدوا في البيت يلاقوا حاجه يتسلوا عليها جديده ما شافوهاش في رمضان، فطبعا ناجحه جدا. كمان طبعا هي كلمه مط واطاله هي ضد العمل اصلا، يعني الكلمه دي تحديدا لو مين احنا كفنانين ممكن نبقى انانيين شويه ان احنا حابين ظهورنا على الشاشه، بس هي بتضر الفن والفنانين والجمهور، يعني كلمه المط والاطاله دي بتخلي ناس كتير كبار اسامي يقعوا،
فطبعا لا انا ضدها خالص. خير الكلام ما قل ودل، يعني ده مثل معروف من زمان. يعني بالعكس، يعني الدراما كل ما بتمط وتطول الجمهور بيقع منك في وسط الحلقات. انا ضدها خالص، بس طبعا لما بيكون فيها سسبنس، فيها حدوته ممكن اشغل بال المشاهد بكشف سر معين في 3 4 حلقات عشان يكشف. لاف ستوري جميله عشان دي اللي بترتب على قلب الجمهور طبعا وقلوبنا كلنا. بس معموله طبعا بصيغه حلوه وحاجه ما تبقاش قديمه وحاجه حديثه. طبعا الحاجات دي بتنجح جدا، والفنان طبعا يبقى مستفيد بيها ان هو طول ما الجمهور مستمتع بالاحداث فهو مستمتع بالفنان، فالفنان مستفيد. قدمت الفنانه ألفة عمر للسينما مجموعه من الاعمال بداتها يمكن في 2004 بفيلم اسكندريه نيويورك، واللي شاركت فيه طبعا مع المخرج العالمي الكبير الراحل يوسف شاهين. قدمت بعده حليم كريم وخالي من الكوليسترول، وقدمت كمان في 2009 مجموعه من الاعمال وغابت بعدها على شاشه السينما. وطبعا ميار هتقول لنا بقيه الاعمال اللي شاركت فيها. وايضا شاركت الفنانه ألفة عمر في العديد من المسرحيات، بدات عام 2010 بمسرحيه اخر المطاف، وقدمت في 2013 اللي خايف يروح، ثم مسرحيه حلم ليل صيف ده كان عام 2015. تعالوا نكمل اللقاء مع الفنانه ألفة عمر واللي هتكلمنا عن المسرح، وكمان هتكلمنا عن النجمه يسرى وفيلمها الجديد معايا. تعالوا مع بعض نشوف اللقاء ونرجع نكمل معايا. انا كان ليا تجارب مسرحيه والله كتير في الجامعه، ويمكن كنت اول يعني واحده في الجامعه كلها امثل واخرج وانا في الجامعه. لما خرجت عملت مسرحيه واحده من شكسبريات. ما فيش حاجه دلوقتي محدده اقدر اقول ان انا داخلها في المسرح او اتعرضت عليا عجبتني، لكن بالنسبه لي لو اتعرضت حاجه كويسه ولقيت نفسي فيها حسيتها هعملها، لان انا ما بعرفش اعمل حاجه مش حساها. لا، سر الخلطة معايا أنا بالذات الرياضة، أنا رياضية جدا، بحب الجيم على طول هناك، بلعب يوجا وبلعب ميديتيشن، فالحاجات دي كلها بتخلي البني آدم يفهم حاجات كتير قوي في حياته ما كانش فاهمها، يبعد عن الاسترس. يعني بدعو الناس كلها تعمل كده بجد. الحاجة كمان اللي أنا مواظبة عليها في عربيتي علبة فيها خيار وجزر وتفاح. قدوتي مدام يسرى. انا بحبها قوي، من اوائل الناس اللي احتضنتني في بدايتي. بشتغل معاها فيلم اسمه كلام في الحب، فاستاذ علي ادريس بيقول لها دي بقى اللي هتعمل معانا شخصيه كذا، لقيتها سابت الكرسي بتاعها وجايه لغايه عندي تسلم، وانا اصلا كنت مكسوفه اقرب، يعني انا واقفه عامله كده ويعني انا بان ان انا اللي مش راح اسلم، فاهمه يعني، بس كسوف، لان طبعا يسرى بالنسبه لي دي حاجه كبيره جدا يعني. فلقيتها هي اللي بتتقدم وبتسلم عليا وبمنتهى الود والحب، انا يعني في كل الاحوال ما اقدرش انسى اللحظه دي. كل طبعا اللي عملته معايا من حاجات جميله يعني وحب وتقدير فظيع منها في مسلسل قضيه راي عام. يعني هي نجمه حياتي. طبعا هي كمان مثل ليا كبير قوي في حب الناس، يعني وانا بتفرج على يسرى وهي موجوده كنت تخش اللوكيشن تضحك وتسلم على الكبير والصغير. تواضع بلس حب، فانا كنت بستغرب واقعد اقول ايه ده، هو في قلب يسعى يحب كل دول؟ ده في ناس غلسه معانا في اللوكيشن بتحبيهم ازاي؟ جوايا كنت اقول كده، ما كنتش بقى بعبر يعني جوايا، ده كان رياكشني. بعد ما كبرت ورحت على اليوجا والمديتيشن وكده لقيت ان يعني الانسان ممكن يحب كل الناس ويغفر لكل الناس ويسامح كل الناس ويبقى قلبه كبير وقلبه مفتوح. على طول جت في بالي يسرى لما كانت بتعمل كده وانا كنت بقول كده، على طول فهمت يعني ايه يسرى بتحب كل الناس.